تعمل ايه وما تعملش ايه. هو كيروش لما قال على التصريح الخاص بتاع اللعيبه والباص، كان قصده ايه؟ على بما فيهم اللاعبين المحترفين؟ لا طبعا هو يخاف من ده، هو كان صلاح، ده كان صلاح فيه انت بتستعبط ولا ايه؟ لا طبعا هو بيقصد انه بص، هو عايز يبرر لك ان هو ما خدش البطولات عشان اللعيبه ما بتعرفش تباصي. طب انت اول هام، اول هام كمدرب بتعمل ايه؟ بتجيب اللعيبه بتاعتك ولا تستحوذ؟ تستحوذ ازاي؟ بالباص امسك ولا الكوره تك 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 وانت تقف، ده يا راجل ده كان الونش بيشلت قدامه ما بيقولوش لا امسك وحطه على الراجل اللي قدامك ما في نص غيره. الملعب. كابتن على فكره غيره الشوط الثاني، وعلى فكره كان بيلعب باستهتار في الشوط الاولاني، اقل واحد في الملعب في الشوط الاولاني كان الونش، ماتش ايه؟ عشان كده طلعوا ماتش لا يا حبيبي، الماتش. لا 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 والله يا طلعوا حبيبي ماتش اسمع نيجيريا اسمع يا كابتن، والله اقل واحد كان في الملعب. اسمعني اسمع بدليل ان هو يا اول واحد جدع، عشان غيره ماتش النهارده مطلعه، عشان ماتش يعني هو النهارده بيريحه. ايوه عشان ما طب ما هيلعب كان ماتش ساب الزمالك. اللعيبه بقى للزمالك يا كابتن، ولعب اللعيبه لا اللي هو لا عايز يشوفها. بص طب وانت ليه ما قلتش ان يسيب، كان يسيب اللعيبه كلها للزمالك قلنا يا حبيبي ويلعب اللعيبه اللي هو انت ما مختارها اتفرجتش على الحلقه اللي يا فاتت، كابتن؟ قلت يعني يا ابني الحلقه اللي انا فاتت بتكلم على الحاله اللي انا معاك دلوقتي فيها، انت الراجل ادم مش هياخد اللعيبه بتاعت النادي الاهلي؟ قال ما خدش لعيبه الزمالك بقى ويجرب اللعيبه الثانيه الاهلي عنده حاجه، احنا يا بنتكلم على كابتن؟ ماشي الزمالك قلنا الزمالك الكلام ده، عنده انت هو جاي ليه هو مخالط ليه بقى يا ليه كابتن؟ ما هو بتاع بيضم يا ده عم. دي بتاع دي، احنا قلنا الحلقه اللي فاتت مش هنكرر الكلام بتاع اللي فات ماشي هنا، احنا قلنا كده، قلنا طالما ان ماتش ودي ما ضمهمش الماتش ده يا عم، لعيبه الزمالك وسيبهم، لان ممكن يحصل في الامور امور مع وتلطش مع فرقة تشاد ايوه. يا راجل طب النهارده ده الكوره كسبان 2-0 مخلص الماتش من كاميرون يا يا حبيبي كابتن. ماشي، ما لا انت يا خدت لعيبه منه، ما النهارده امام عاشور واحمد فتوح ما جوش، ما في المنتخب فتوح ليه؟ مصاب يا كابتن، ما هو فتوح قبل مصاب ما على يبقى فكرة. مصاب احنا عرفنا دلوقتي ان هو تمام مصاب، تمام انما احنا بنقول لك يعني هو لعب الماتش اللي فات وما لعبش، تمام لو ما كانش راح المنتخب مش كان هيلعب ماتش النهارده؟ تمام يبقى فين الصف، فين الصف المنتخب بقى؟ انت فاهمني؟ طيب ما فاحنا هو بنقول ايه؟ بنقول ايه؟ ان هو دلوقتي بتتفرج على الماتش والماتش شغال، قول لي المردود بتاع عمر مرموش ايه؟ كان لازم يغيره بين التايمين وانزل تريزيجيه، واخد بالك؟ محمد حمدي، انزل احمد فتوح، عمر جابر، كريم فؤاد، عشان نقول ايه؟ ان يعني هو بيبص على اللعيبه، ما تقوليش اصل ماتشين، ما الماتشين دولت مش هتلحق، فانت هتيجي بعد كده هتمشي واحد زي عبد الرحمن مجدي ولا اسلام عيسى ولا كريم فؤاد من غير ما انت تشوفه. دي عنده ماتش كده يا وقت يا حبيبي ماشي، ما يشتغل انت بقى باللعيبه اللي فاضله بقى. وانت ضامن ان هو يشتغل بيهم هو الوضع الطبيعي بالاختيارات او الناس اللي موجوده دلوقتي؟ ريح دلوقتي المحترفين على دلوقتي انا الاقل ماسك اهو، رايح على الاقل دلوقتي بدير 3 اللقاء 4 يا عم وينشا فاروق، اسمعني وزيزو بس، ومش بدير عارف ايه. اللقاء عشان ابو ده قال لك كان اقل واحد الونش وكلا، هو انا مش بتكلم على اقل في واحد يا كابتن. ايوه ما في كانش اتفاق يابا، في اتفاق انت هو قلت وزيزو اقل واحد يا يلعبوا كابتن شوط. بالظبط، ايوه كلامك في كلام اتفاق. ايوه كان في اتفاق ان هم هيلعبوا شوط واحد ويمشوا. طب ما كان ريحه بقى ولعب اسامه جلال يا قول له كابتن، بقى، لعب علي جبر. قول له طيب بقى، ما انا ما بقول احنا لك، بنقول لك لكن انا الكلام بقول لك ده هو في الاداء كان بيلعب طويل عشان الونش ما يا كانش جدع. انا مركز بكلمك في على الماتش. ايام كروش انا ما مش بتكلمش على الونش دلوقتي، وحش او حلو، هو كان بيتكلم على كروش انا على بقول لك فكره. على ايام كروش لما كان بيمسك انا الكرة بتكلم على الماتش ده. انت شايف برضه ان هو كان بيشتغل طويل ان المره دي كمان الونش؟ هو لا كابتن ما كان كانش قصدي على كروش، مراكز، ما كانش مركز. انا بقول لك انا اقل واحد في المباراه دي في الشوط، بدليل ان الراجل في ايه يا غيره. كابتن؟ يعني اصلا احنا ما تعرضناش لاي هجمه اصلا لا اله الا في الله يا الماتش. حبيبي، انت لما تلعب الباص ما احنا انت قلنا قصدك ان الباص فرقه ضعيفه ما ونقل كانش اللعب بتضغط وازاي عليك او الهجمه؟ ما كانش بتهاجمك او ما كانش ند ليك قوي، لكن الونش ما كانش بياخدها بجديه. انت يا بتلعب عم على الاقل جديك لعيبه ايه بتلعب على ومش المخ. ده جديك طارق ايه؟ حامد كان بيمسك الكوره من قال امس هو لعبه، او عمره ما شفتوش لعب طويل. انت كان في ثقه من عمر مرموش. صلاح النهارده رجع فين الثقه للتهديف بتاعت عمر مرموش؟ ده لازم يغير بعد 10 دقائق وانت يا جدع. شايفها سواد خالص يا كابتن؟ اه طبعا. لا يا لا كابتن انا لا، دلوقتي بدير والماتش شغال، اطلع عمر مرموش، اطلع صلاح بعد ما جاب الجون الثاني، اطلع طارق حامد بين التايمين وانزل حمدي فتحي، ده انا عشان اعمل تجديد بقى، احلال وتجديد في المباراه عشان اشوف الكل وادي الفرصه للكل، واخد بالك؟ انما انت بقى اديت خايف لغايه ما جبت الثلاثه، وبعد كده ده مغير في الدقيقه كام؟ حاجه و70 يا عم، 67 حمدي فتحي اول واحد كانت مكان طارق حامد، او 70 يعني ده. طيب ده اسمه كلام؟ وفتوح مكان محمد حمدي ده اسمه كلام؟ كده. طب ما انت عندك ماتش تاني هيجرب يا كل حبيبي لعيبه ويشوف ماشي، كل ما اللعيبه ادي كانت. ادي ادي، انا لقيتك وحش اغيرك، بص يا كابتن، مش شرط كابتن ان انت رضا، تلعب الماتش. كابتن رضا انا معاه ان هو لازم يدي على حسب ما هو عايز لكل لعيب، بعد كده بقى تقييم اللعيبه ومين والله هيختاره بعد هم كده. اللي يلعبوا.